إذن نواكب معكم هذه الأنشطة الدائمة خاصة بالمستوى السادس لمادة الرياضيات، مادة مهمة جدا ويجب عليكم أن تسويها بشكل جيد لكي تحصل على نقطة خيالية في الامتحانات وكذلك في المراقبات المستمرة. إذا أرتب الأعداد الآتية ترتيبا تصاعدا، أي من أصغر إلى أكبر، باستعمال الرمز المناسب من صغير لكبير، من الرمز أصغر إلى أكبر. هذا الرمز هذا المهم عندي 4.1، إذا هو عدد عشري، 4.12 هو كذلك عدد عشري، 4.0 نجمع بحال هذا الشكل هذا، 78 هو عدد عشري، ولدينا هنا 29/7 عدد كسري يجب تحويله إلى عدد عشري. تقريبا اللي درنا 29 × 7 نحصل على 4.14، ولدينا 17/4 هو عدد كسري اللي قسمنا البسط على المقام نحصل على 4.25. إذا 4.1، 4.12، 4.778، 4.14، 4.25. إذا ما التقنية هذه يسهل علينا التقنية هذه يسهل علينا إذا بعد التقنية هذه يسهل علينا أن عندنا بعد التقنية هذه تسهل علينا مقارنة الأعداد. إذا لقينا من الكبير الصغير، معناه فين هو الصغير فيه؟ معناه هو هذا 4.78، وفين الكبير فيهم؟ تقريبا هو 17/4، لأن تمثل 4.25. إذا بهذه التقنية البسيطة بسرعة تنقوم بمقارنة العددين، مقارنة الأعداد وترتيبها بشكل تصاعدي من صغير لكبير. ولكن خاصكم تجربي 29 تقسموا على 7 وتحصلوا على عددين مورا الفاصلة، مثلا يكفي عددين مورا الفاصلة، 17 × 4 تنجزوها بسرعة، حيت هذا هو السؤال الأول اللي يقدر يطرح لكم في الامتحانات بحال الشكل هذا. ثم خاصكم تدربوا على عملية القسمة مزيان، عندكم مثلا في النشاط الموالي 27.500 57 مقسومة على 8.5. هاد القسمة هذه خاصكم تجيبو تحصلوا فيها على مدال 3.242 هو الخارج 3.242. إذن إنشاء زاوية أ أو بي تنشوها بال ندير مثلا ندير هادي هي ندير بحال هاد الشكل هذا، تاخدو المنقالة نتعبرو 75. إذن هادي هي أ ودي أو ودي بي، أو العكس هادي أ ودي او ودي بي، العكس ماشي مشكل. المهم هنا يكون 75 درجة وتكون هاد الزاوية حادة، هذا في النشاط ديال الهندسة. بالنسبة كيف ما قياسات بالنسبة للكتل تكونوا فاهمين. اذا عندنا 3.85 طن، ثم 50.9 كيلوغرام، و 1800 هكتوغرام، نحولها كلها لكمتار. إذن أول شيء خاص نتمكن منه هو جدول ديال الكتل،
إذن عندي 3.85 طن، خاص نحولها للقنطار. إذن هو الطن هو القنطار، 38.5. عندي 50.9 كيلوغرام، نحول القنطار. هاو خاص نمشي العكس من اليسار، هاو الكيلوغرام، هاي النقطة. إذا 0.500 سعود، عندي 1800 هكتوغرام. قلينا نحول القنطار، هاو الهكتوغرام، هاو الكيلوغرام، هاي النقطة، هاي القنطار. إذا 1.8. ألوغ لك كنتو فاهمين جيدا هاد الوحدة، التمثيل على جدول ديال الكتل، تتقوموا تحاولوا ديروها بشكل سريع. 3.85 تي تساوي 38.5 كيلو متر، 50.9 كيلوغرام تساوي 7.500 كنطار، 1800 كيلوغرام تساوي 1.8 كنطار، ثم تقوموا بالجمع وتحصلوا على 40.800 كنطار. دابا ننتقلوا لحاجة جديدة، وهي المسألة هذه تقول لكم حساب، يقول لكم يكون بي اخ اس مثلث متقايس ساقين. اذا متقايس ساقين في بي، اذا الرأس ديال هذا المثلث هو بي. اذا كان قياس الزاوية بي تساوي 70، اوجد قياس زاويتين اس و اخ. اذا خاصكم تفهموا بان مثلث متساوي الساقين خاص يكون عندنا متقايسين الزوايا، هنا متقايسين اكس تقايس اس. وتعرفوا بان شنو جميع زوايا المثلث يساوي 180 درجة. اذا 180 ناقص 70 تساوي تقريبا 180 ناقص 70 تساوي 110. اي 180 ناقص 70 تساوي 110، معنى اكس زائد اس، معنى R زائد S، معنى هاد الزاويتين هادو، هنا R زائد S يساوي 110. وخاصكم تعرفوا بأن R يقايس S، معنى هاد 110 تتقسم على جوج باش نحصلوا على الزاوية وحدة 55. وتعرفوا بأن R يساوي S، إذا حصلنا على 55 إذا S يتساوي 55. إذا إذا بغيتو تحلوا الله يخليكم شي مسألة، خاصكم ترسموا وتحاولوا تطبقوا القواعد. نذكر معكم يوسف دلال من خلال الشاشة متميز كومينيك تي في للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة من فهم والاستيعاب لمادة الرياضيات المستوى السادس، وأنشطة داعمة مقترحة في الصفحة الرسمية وكذلك على الواتساب.